شوية الرجال والنساء إيش يحبوا يختاروا عادة في الوبريات. تمام. أغلب الرجال ما تفضل الأرواب، النساء هم اللي يفضلوا الأرواب أكثر من الرجال. الرجال دائما في الاستحمام يحبوا الأرواب، يسموها البول تاول أو القطعتين مثلا. لا لا، القطعة الواحدة الكبيرة جدا هي حقة البول تاول. يفضلوا أنه هم دائما يستخدموا هذه الأرواب السريعة، لكن السيدات لا، يفضلوا أكثر الأرواب. هذا لا يعني أنه الرجال ما تستخدم. كمان أنا أشوف في اختلاف في الأرواب اللي هنا، هذا مختلف عن الثاني. نعم. ليش؟ يعني لو أخذنا كاختلافات إيش الفرق بينهم؟ الوبرة نفسها تختلف. تختلف في التصميم، لكن في النهاية الكفاءة هي نفسها، لكن يختلف حسب كل فندق إيش يحب، أو كل فندق إيش السبيسيفيكيشن أو مميزات كل فندق حسب اللي هو يطلبه، لكن جميعها لازم يكون حاجة واحدة مشتركة فيها، جودة امتصاص.